خلينا بقى نقف شويه عند التفصيله بتاعه حرص كابتن محمود الخطيب اللي دايما الحقيقه زي ما دايما بيبقى له اجتماعات دوريه مع لعيبه الكوره فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، دايما بيكون حريص نفس القدر من الحرص على ان هو صحيح. يجتمع دايما برجال وسيدات الرياضات المختلفه في النادي الاهلي، وزي ما حصل حتى مع سيدات السله في الفتره الاخيره، وهو شخصيا مفكرهم بالموسم اللي فات واللي اتحقق في الموسم اللي فات، ففكره ان احنا مش عايزين نقل ابدا. صح. انت تعرف كل الفرق تقريبا وعلى صداقه شخصيه كل اللاعبين واللاعبات، عايز اعرف منك انعكاسات النوع ده من الاجتماعات اللي بتتم بين كابتن محمود الخطيب وبين اللعيبه، حتى بعد ما بيخلص الاجتماع من دول او المقابله من دول، انت بتقابل اللعيبه دول وبتتكلموا مع بعض بيقولوا لك ايه؟ يعني ايه انعكاسات وجود كابتن محمود الخطيب معاهم في مكان عشان يدفعهم للامام؟ خليني اقول لك بس يا كريم في البدايه ان الكابتن محمود الخطيب اسطوره، وهو لما اللاعبات بيتكلموا معايا او اللعيبه بيتكلموا ان الكابتن محمود الخطيب قدوه وبيعتبروه اب ليهم، يعني ما بيتعاملوش معاه ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وما بيتعاملوا ان هو قدوه ومثل لكل اللعيبه. لما بيقعد مع اللعيبه او اللاعبات بيتكلم معاهم على قيمه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي، وان النادي الاهلي نادي بطولات، النادي الاهلي ما بيقبلش الا بالمركز الاول، يعني بالنسبه لنا المركز الثاني في النادي الاهلي فهو خساره، انما المركز الاول هو الاهم، بطولات النادي الاهلي هي الاهم. فلما قعد مع اللاعبات واللعيبه اتعامل معاهم على حته ان انتوا ابطال، انتوا طبعا ملكات كره السله في النادي الاهلي، حققتوا الموسم اللي فات كل البطولات، كان لازم ان انتوا الموسم ده تركزوا، وكان لازم ان يبقى في تركيز، لان وارد ان ممكن تحصل اي هزه بعد طبعا موسم كبير، موسم طبعا اللعيبه ما بترتاحش فيه طبعا، لان خلي بالك يا استاذ كريم ان لعيبه النادي الاهلي بعد ما بتخلص البطولات مع النادي الاهلي بيبقى عندهم منتخب. طبعا. وثلاثه على ثلاثه، فانت بيبقى فيش راحه للاعبات. فده اللي بيحصل، ان ممكن انت مع بدايه الموسم يحصل طبعا مع قوه طبعا المنافس، وانا اتكلمت في القصه دي معاكم وقلت ان الفرق كلها وان المنافسه هتكون صعبه هذا الموسم، لان الفرق كلها دعمت، الفرق دعمت بصفقات، لان النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت مستحوذ على كل البطولات. صحيح. فخلاص بدات الفرق ان هي تغير من النادي الاهلي وعايزه تاخد بطولات، فدعمت ودعمت بصفقات قويه جدا. فقابلت انت الموسم او قابلت منافس طبعا قوي نادي سبورتنج، قدر ان هو طبعا يحقق الفوز عليك في مباراه النهائي. فرقه المرتبط اللي احنا بنقول ان النادي الاهلي عنده كنز حقيقي من قطاع الناشئات في النادي الاهلي، فرقه المرتبط قدروا ان هم يحققوا الفوز في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، لكن طبعا الفريق الاول خسر المباراه الاولى والثانيه. فكان كلام مهم جدا من كابتن محمود الخطيب، وكان اجتماع في ميعاده وفي وقته ان هو يقعد مع اللاعبات ويتكلم معاهم ان الموسم اللي جاي او الموسم الحالي احنا محتاجين نحقق زي الموسم اللي فات، مش عشان خسرنا طبعا بطوله فاحنا نقف على كده ونقول ان خلاص، لا لازم نطلع وننسى اللي حصل في مباراة طبعا دوري المرتبط او نهائي دوري المرتبط ونركز في اللي جاي. وده اللي حصل، وده اللي نتاجه ان النادي الاهلي حقق بطولة كاس السوبر المصري، وبنتمنى التوفيق لملكات السلة، لان مهم جدا يفضل النادي الاهلي على منصات التتويج دايما.